على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الامم المتحده في مدينه نيويورك، اجتمعت سعاده السيده نور بنت علي الخليف وزيره التنميه المستدامه الرئيس التنفيذي لمجلس التنميه الاقتصاديه بمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنه عمان. وخلال الاجتماع هنأت سعادتها وزير الاقتصاد العماني على تقديم بلاده الاستعراض الوطني الطوعي بشان التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. مشيده بالتزام السلطنه بتسريع وتيره تحقيق هذه الاهداف والجهود والمبادرات التي تم القيام بها في هذا الصدد